أنت تقدر؟ كان عنوان كرنفال نظمته إبرشية شبرا الخيمة لذوي القدرات الخاصة، وكان يوم مبهج جداً للخدام والمخدومين. كرنفال اتعمل 3 مرات، السنة دي 1200 مشارك على 19 كنيسة زائد مراكز، 3 مراكز. الأنشطة بيكون في فترة افتتاحية في بداية اليوم عندنا، فترة افتتاحية دي بيكون فيها تكريم لبعض الإخواتنا اللي هم ذو احتياجات خاصة بنكرمهم. قول لي رأيك في اليوم النهاردة يا أنطونيوس. اليوم كان جميل خالص، أنا مبسوط واليوم زي العسل، والناس مبسوطة مني وأنا مبسوط بالناس كلها، واليوم حلو خالص. إيه أكتر حاجة بسطتك النهاردة؟ اللعب والفسح والمسات والأساتذة وكل حاجة. مبسوط جدا. تدينا كده فكرة عن المركز والخدمات اللي بيقدمها. المركز بياخد الطفل ذو القدرات الخاصة، بيعمل له كل حاجة، بنعمل له تقييم مبدئي، بنشوفه هو واقف لغاية فين وبنكمل، تخاطب، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، أكاديمي، تعديل سلوك، تنمية مهارات، رعاية ذات. بنشوف الولد إيه اللي ناقص عنده بنكمله، بنمشي بكل البرامج اللي تناسبه، وبنعمل أنشطة، سباحة، رحلات ترفيهية طبعا، بننزل البيوت نفتقدهم، بنشوف كل حاجة ناقصاهم، أي شيء معاه. ايه رأي حضرتك في اليوم النهاردة، خصوصا ان في عدد كبير من الكنائس مع بعض؟ يوم جميل جدا جدا جدا، كلنا مبسوطين بيه. الولاد فرحانة قوي لان بيعلمهم تعديل سلوك في الأنشطة اللي بتتعمل، في الرسومات اللي بتتعمل، الوجبات، اللعب والتنطيط، المراجيح. الولاد بتخرج لعالم تاني هما بيبقوا محتاجينه، بيطلعوا في الطاقة والنشاط وبيروحوا مبسوطين جدا جدا. قول لنا بتحضر معاهم الخدمة دي من امتى؟ ها؟ بتحضر الخدمة دي من امتى؟ معاهم من امتى؟ من زمان. من بتعمل ايه بقى؟ كنت مادة الأحد، بعد ما خلصت أطلع بتاع خمسة أطلع معاهم فوق، وأحضر مادة الأحد وأندل، وعلى بيتنا بقى. إيه اللي اتعلمته معاهم؟ إيه اتعلمت؟ اتعلمت إيه؟ كلمة أبانا الذي، كلمة أبانا الذي في السماء تعقدت مكتها وقلت تكون مسجدك في السماء، أعطينا دوم وفوزهم أيضا المسلمين علينا. بس بتفرح لما بتروح لهم؟ أيوه أبقى فرحان، أبقى فرحان أكتر في القداس كل حاجة. بتاخد معاهم حد وأنت رايح؟ إيه؟ بتاخد معاك حد وأنت رايح؟ لا أروح وحدي بس. فرحان بالخدمة دي؟ بتفرح لما تروح الكنيسة؟ أيوة أبقى فرحان، بروح التغمت فرحان أكتر. والنهاردة؟ تغن مع تمير. النهاردة إيه رأيك في اليوم ده؟ أحسن يوم النهاردة. ممكن أتكلم عن تجربة شخصية، أنا عملت استئصال في المعدة وكنت تعبانة جدا، الولاد حسوا قبل ما أنا أتعب ودايما بيصلوا لنا. أنا اليوم اللي بنزل في الخدمة أمام الله مش باخد مسكن، ببقى مبسوطة جدا، ببقى مرتاحة نفسيا جدا، وهم سبب البركة في بيتي وفي حياتي وفي كل مكان في الكنيسة. مبسوطة آخر النهاردة، كان مكان حلو. مبسوط بإيه بقى؟ كنت بلعب كتير في اللعب، تلعب مراجيح، نطاطة، تلعب مسح حرايس كان هنا. وبتقابل صحابك؟ تقابل صحابي. لما قد ايه رايك في الخدمه دي؟ يعني لما بتلاقي كده الاستاذ او المس جايين ياخدوك يودوك مكان جديد او تتعلم حاجه، قول لي اللي بتحس بيه. يعني بلعب مبسوط. مبسوط. لو عملوا اليوم ده مره تانيه تيجي؟ هاجي. طب هو دلوقتي المس هتقول لك يلا نمشي، هتمشي ولا هتقعد؟ لا نلعب عشان هلعب. مبسوط النهارده هنا. مبسوط على الاخر النهارده. احنا عندنا المركز بيتكون من 5 فصول، وعندنا كمان في فصل مونتسوري وغرفه حسيه.
احنا بنفيد ولادنا ازاي يندمجوا في المجتمع ويندمجوا جوه الكنيسة ويندمجوا في الشارع ويكونوا أطفال طبيعيين جدا. فبنعلمهم ببرامج معينة ازاي يرعى نفسه، ازاي يكتب ويقرأ، ازاي يعرف اليوفط اللي موجودة في الشوارع ويقراها كويس، ازاي يركب المترو ويركب المواصلات ويتعامل مع الناس كويس، وازاي صلته الاجتماعية بالناس تبقى كويسة، ازاي يحترم اللي قدامه ويتكلم معاه كويس. ايه رأي حضرتك في يوم زي كده والفقرات اللي بتتعمل فيه، خاصة انها مش بتبقى خاصة بمركز او كنيسة لوحدها لكن مجموعة كبيرة من الكنائس ومجموعة كبيرة من اولاد الخدمة دي؟ الصراحة هي كانت فرصة جميلة النهاردة لأولادنا في المركز إن هم يقدموا فقرتين، قدموا فقرة تحيا مصر بلغة الإشارة، وقدموا إحنا خدنا أجازة للولاد كلها وكانوا مبسوطين جدا. التنظيم ده الولاد طبعا بتفرح فيه لأن هم بيشوفوا أنشطة كتير وبيمروا على أنشطة كتير وحاجات بتبقى جديدة بتجدد نشاطهم تاني. بالأمانة كرنفال جميل جدا وتمتعنا جدا جدا، وأنا معايا ولدين ذوي قدرات خاصة وأول مرة نيجي فعلا الكاتدرائية هنا، والنهاردة بجد بجد يوم مميز جدا ويوم كلنا استمتعنا وكان يوم جميل جدا وكلنا فرحانين، وزي ما جينا فرحانين هنمشي برضو فرحانين. أولادنا اتبسطوا جدا واتمرجحنا وكان في رسومات وكان في حاجات كتيرة، وربنا يعوض تعب محبة كل اللي بجد خدم النهاردة وكل اللي بجد شارك في المهرجان النهاردة، ربنا بجد هيعوضه كتير 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 إنه فرح أولاد كتير. وبجد بجد سي تي في بجد قناة جميلة جدا. النهاردة احنا ده كرنفال انت تقدر تلاتة، دي تالت سنة بنعمله، بنعمله للأطفال المعوقين أو ذوي احتياجات خاصة، بنقدم لهم فقرات في مسرح اسود، في تلوين، في فوتو سيشن، في حمايه. انا كان دوري النهارده كان في الاستقبال الاطفال الصبح، ان احنا بنيجي نستقبلهم ببانويل والكشافه، وبعد كده هما بيشتغلوا، كان في فقره افتتاحيه، وبعد كده بنتصور معاهم في توزيع الهدايا.